عارفة عزة، بس كنا بالغردقة وشفتوا هيك مع غم وناس، حسيتهم عيلة. حسيت انه انا الحدا الجديد، انا الدخيلة يعني، عرفتي؟ انا الغريبة يعني. انا فاهمة احساس بدك كويس، تعالي عمتي. بس صدقيني مالك عمره ما حب واحدة قد ما حبك عمتي. اوجي سلوى افتحي البيت. على قد يا ريتنا افتكرنا 100 جنيه. يا سلام. ايه اللي اخرك يا استاذ؟ ايه اللي اخرني ايه؟ هو انا كنت واقف لك ورا الباب، كلمتيني جيت على طول، كنت في مشوار مهم. بس قلت لا انا اهم بقى، وانت؟ اه يا واد وحشتيني. استنوا. ايه في ايه؟ اروح اعمل لكم حاجه تشربوها. لما امشي استنوا. بوظت اللحظه. تيجي هنا ازاي؟ انت مش مبسوط يعني؟ مبسوط طبعا، بس مستغرب بس شويه يعني، جيت العزة بنفسك ولوحدك، غريبه. لا مش غريب ولا شيء، كان في موضوع بس بدي استشير عزة فيه. ايه ده؟ انت بتتفقي مع عزة عليا؟ لا انت زعلان عن جد يعني؟ لا مش زعلان. مالك؟ ممكن توعدني بشيء؟ طبعا. ممكن توعدني انه ما بقى تعمل شيء ورا ظهري؟ أكيد. أنا لسه ما خلصتش. طب كملي. بدي لو شو ما كان السبب ما تنام عن نغم ببيت أمه. أكيد ده موضوع يعني ما فيهوش كلام، بس الأكيد بقى إنها تيجي تبات معانا. أكيد. نغم مش أمها. نغم بحطها بعيوني. إيه كمان؟ بدي لو شي نهار اتخانقت مع أمها لنغم، سواء بسبب نغمة أو لا، تخبرني. ما تقلقيش، ما فيش أي مشكلة ممكن تحصل بيني وبين إناس إلا غير عشان خاطر نغم. في حاجة كمان؟ ما بلاش الحركة دي عشان بتعصبني. إيه 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 إنتي؟ إيه إنتي؟ رعبتينا. أنا قلت بدل ما أعمل لكم حاجة تشربوها أعمل لكم معاشة أحسن، إيه رأيكم؟ كويس، هو ياخد وقت. لا مش هتأخر، ما تعملوش حسابكم على كده. ايوه زياد. لا انا صح. مشكلة ايه؟ Watch it.